ويراقبون الأطفال، يعني هالغرفة السرية يراقبون بها الأطفال. أعتقد هاي الملكة أو قائدة هذا المكان. بوسح بوسح، ممكن أطيحك برا؟ ارتكبت جريمة قتل قبل شوي أنا. وي طفلة جاعت، شوف يمكن هذا الأكل يفيدني. أوه وأخيرا وات أبو إيدين. إذا هم يأخذون الأطفال بأقفاص. ياب 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 ياب، منطقة سرية منطقة سرية. السلام عليكم، شلون الحجي؟ What is this؟ Why؟ السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب خنفشارية او عراقي جيمر. اهلا بكم بالحلقة رقم 3 من اللعبة الخنفشارية التحفة الفنية. اوكي شنو مدحت بيها زيادة عن اللزوم؟ Little Nightmare 1. اوكي اخر شيء وصلنا لهنا. نايس نايس. اكو بعض الناس ما عجبتهم هاي اللعبة، يعني حسب اللي او راسلت لهم شنو اللي راسلتهم وقلت لهم شو رايكم بهاي اللعبه، قالوا بعض الناس قالوا لا هاي مو من جوي. خلينا نقول اوكي حسن، ليش جاي تفتح هذا؟ اني الله اعلم ليش جاي يفتحها، انا ما ادري ليش جاي يفتحها. اوكي انا استعجل بسرعه لان الكهرباء زفت هالايام. كافي. اي اوه يا بابا بجيت وراك، دائما يخلوني اروح. اوكي كسرته، دائما يخلوني اروح عن الاماكن سرية. هذا اللي صغار اذا ما لاحظته. شنو هاي؟ اوه خليها هنا، لا خليها مثل الاوادم. قلت اها بالضبط. عندك هذا مبين الى شغله. اوكي انا فضولي فوق، عندي فضول يعني اعرف شنو اللي فوق. اوكي ما يفتح. اوه وات از ذيس، ليش اكو ضوء داخل؟ ليش اكو ضوء داخل كنتور؟ ها يعني تفتح الضوء، تفتح الضوء شنو؟ اوكي اكو مكان سر احتمال يعني. اوه اوكي لا ياب 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 يا اخي انا عبقري. اوكي الفضول هو جزء من العبقريه. اوكي لازم تكون فضولي وتتعلم كل شيء. وات شني اريد اخذ هذا الكتاب، ما جاي اقدر اخذه. المهم شوف شني بالغرفه السريه بالله. اوكي الغرفة السرية. اوه اوه تعال تعال حبيبي، تعال 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 تعال، راح طلع منك في مكان ما هو هنالك هنا. وات ذا فك، اذا حاولت تحكي عربي مثقف غير. المهم شوف شنو هاي دقمة. اوكي لا يراقبون الاطفال، يعني هالغرفة السرية يراقبون بها الاطفال. اوف 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 يراقبون الاطفال المثلثات هم يعني. وات اكو وحش ثاني او كائن عملاق يلبس خوذة الطباخ. اوكي وات ما هذه الغرفة؟ شنو الغرفة هاي؟ اوه تسمعون الصوت؟ اعتقد هاي الملكة
او قائدة هذا المكان. ليش حسن؟ لان لو نشوف بقية الوحوش او بقية العمالقة مبهذلين، مكانهم مبهذل، ملابسهم مبهذلة، بينما نشوف هاي عندها ورق جدران وشغلات شرفية وهيتحكي وعندها واتفاك جاي تمشط شعارها ومو سمينة او مو مشوهة. احتمال هي هاي مالكة المكان. خلص. اوكي. هذا اعتقد هنت او تلميح الى شيء ما. اوكي. اي شيء ما اعرف اقول ان الجملة وتطلع صحيحة. لازم. شوف. المراية. شنو سالفة المراية؟ نايس نايس. There are something more interest here. وينك؟ وينك يا صغيري؟ الطفل وين هو هذا الطفل المثلث؟ I need him now. اوكي. الباب ما يسد؟ ما يسد؟ اريد اشوف شنو ورا. ما هو؟ وين الطفل؟ الطفل وين؟ ييه! مرات احشر، مرات شو اسمه؟ يعني اكلب بشغلات. اوكي. هنا انا ماكو شيء والله، الباب الحديدي ما اقدر افتحه. ياب كمل كمل. اول خمس دقائق اكتشفنا غرفة سرية، بعد شو تريدون؟ اوكي؟ اكو يعني شايفين يوتيوبر يتفلسف عليكم هيك شيء. نايس نايس. شوي حركة ثقيلة صراحة. تسلقها هذا ود. اوكي اوراق. اوراق وشغلات مثيرة. اوكي. اذا ممكن. ممكن اصعد؟ ما ممكن. خلصت كل شيء خلص. هاي الغرفة تقدر تعتبرها مركز قيادة او مركز مراقبة. لان ما مثل ما تشوفون سجلات اكو هنا. وهذا مركز القيادة ومركز المراقبة مو بس على الأطفال، إنما على المركبة هاي. هاي ليش أحسها مركبة أو أحسها سفينة؟ لأن هي جاي تتمايل إذا لاحظتوا. ونسيت أقول لكم شغلة، مرات أنا أستعجل وما أتفلسف يعني بشكل كافي. خلينا نقول بوسح بوسح. يا أخي تعجبني هاي اللقطة، قوة هي. فشنو هو السالفة؟ ممكن اطيحك برا؟ ارتكبت جريمة قتل قبل شوي انا. هاي شنو السالفة هاي؟ ايش سالفتها؟ المهم قتلت الطفل الصغير بدون سبب. يا اخي مرات اسوي شغلات مع المجرم، اوكي؟ شغلات متوحشة بس ما احس بيها لما ابدا منتج، اقول وات تف يا هو هذا كان يسجل. المهم هذا ما ينفتح. اكو غرفة، هاي الغرفة المغلقة اللي قلت، هاي الغرفة للأطفال هم اللي بنوها. هاي الغرفة بناها واحد عملاق يحب الأطفال. شلون عرفت حسن؟ هاي الشغلات الثقيلة ما حد يقدر يحركن الا هذا. يمكن الأطفال تعاونوا يعني وخلوا الأغراض امام الغرفة، بس اتوقع انه شخص عملاق لان شغلات الثقيلة هذا اللي كان. وهذا الشخص العملاق بعد ما سد الباب شلون طلع من الغرفة؟ طلع من بيه من عندها بحركتين. طبعا هاي نظرية الثانية للغرفة، اوكي؟ النظرية تقول هو طلع عن طريق انه تحول الطفل الصغير المثلث، اوكي؟ النومز يسمونهم النومز. والفكرة الثانية، الفكرة الظلامية خلينا نقول، او الشريرة او الدموية، هو مات هناك. شلون حسن؟ شنو دليلك؟ دليل هي الخطوط الدم اللي بالقاع. اوكي رجعوا للمقطع ذاك وشوفوا. اوكي تعالوا تعالوا اعطيكم بوسه هنا واشمركم واقتلكم. اوكي باب سري هنا. المهم هاي تتحرك. بعد ايش عندنا؟ اقدر اتسلق. نايس. جاي اشوف مفتاح على الطاولة. اوكي. شوف شكو هنا. كان هذا مكان مال الشخص ابو ايدين طويلة. اعتقد على ما اعتقد.
اوكي اوكي شلون شلون اللي حوصل هناك؟ شوش تشيك بوينت يعني قصدي لما تموت بسرعة ترجع و... اوكي شنو كنت تريد؟ اكو مثل التقطيع داخل ال... اوكي مثل ما تشوفون اكو هنا باب باب سري اوكي بس بعد شنو غير الباب؟ غير الباب السري اكو ما اريد اتفلسف تعبت من التفلسف بهاي اللعبة اوكي نايس نايس المهم هذا الشخص اللي مات داخل الغرفة من الخطوط اللي بالقاع خطوط الدم من الخطوط اللي بده خطوط اللي بالقاع اللي دم بلون الدم هاي اعتقد هو انحبس او حبس نفسه داخل الوحدة من الصناديق وي ليش اكو احزم على الفراش هاي معناتها هذا الشخص اللي كان ينام هنا أنا شخص مجنون او هيك شيء اكو صورة للاطفال المثلثات هذول العمالقة لهم علاقة باطفال المثلثات النومز النومز تسمهم اوكي ذا نومز يس اخ احس رجليني تكسرن اوه ليش اكو وايد هذا الني اوكي ليش اكو وايد من هذا الني وهاي الدمية اوكي ما جاي اشوف اي شيء ما جاي اشوف شيء نايس هاي صورة الشخص ابو ايدين طويلة اوكي نكسر 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 يا اخي التكسير تفليش هو هذا اوكي هي هاي حالة الاطفال تكسير والتفليش بالله اذا كسرت هاي وين هي هاي اقدر اكسرها لو تشوفون شو اسمه اوكي لو تشوفون ورق المرحاض شلون يتحرك يا اخي تعال ياب 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 ورق المرحاض يروح يمنى يروح يسرى والشاشة شلون جاي تروح يمنى يروح يسرى هاي معناتها احنا قاعدين بسفينة او هيك شي اوكي اوكي نسد الباب نشوف شنو وراه دايما الباب اللي تفتحونه لازم تسدونه وتشوفون شنو وراه احتمال تلقون وراه نومز اوكي ايه ما اقدر ما اقدر اصعد المهم احتمال تلقون وراء نومز اللي هم اطفال المثلثات احتمال تلقون وراء اوكي اخر شي طلع لنا نحتاج هذا المفتاح احتمال تلقون وراء قفل او هيك شي او مفتاح اوكي احتمال تلقون وراء منطقة سرية وش وش ياب 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 هس اجي هنا أنا ما جاي نشوف شي ما جاي نشوف شي هنا ياب ما جاي نشوف شي الغرفة بدون هدف هاي الغرفة وي اوكي نايس اوه مصعد اكو همينه ممتاز نايس نايس تعال تعال وياي تعال ياب نايس نايس لحد الان ادائي حلو بهاي اللعبه هل اكو هنا شي ينفتح اوه ياب يفتح ايه بر لا حول ولا قوه الا بالله هذا صندوق او قفص ما جاي ينفتح ما جاي يقدر يفتحه المهم اكو منطقة صغيرة هنا انا خل اقعد بيها خاف يجي وحش هنا
اوكي، واخر شيء كان هذا تفلسف من عندي. ليتس جو. تعال تعال، ما اقدر اخذه. شوف هاي شلون، يعني اكو جدار بيننا وبين هاي الطفله. اوكي، اوه جاعت الطفله، الطفله جاعت، خطيه الطفله. اوه جاعت خطيه. اوكي شنو اكو قدام؟ اوف خطيه. جاعت الطفله جاعت، طفلة جاعت. شوف يمكن هذا الأكل يفيدني. ماكو شي بعد منا منا أقدر أستخدمه. إنه الجوع العظيم. وين الشخصية الظلامية؟ هو لازم كل مرة أكل تطلع الشخصية الظلامية. أوكي؟ أوه وأخيرا. وات؟ ابو يدين. اذا هم ياخذون الاطفال باقفاص. شيء مخيف نوعا ما صراحه. اوكي خلي الحق قبل لا تطفى الكهرباء. ان كهرباء انا صارت ساعه بساعه. هذا شيء السالفه والله العظيم. اوكي اقدر اتعدى منها؟ اقدر اتعدى. هل هي منطقه سريه؟ ما اعتقد. اوكي اوه انا بديت الحلقه من هناك شباب، انا بصعد اللي فوق. اوكي نايس نايس. اللي نشوفه هنا اطفال ما اعتقد نقدر نساعدهم، بس نقدر نستغل. ما راح ساعدك بس راح اصعد فوقك. اوب 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 اوب. اريد اشوف شنو فوق هناك. اوكي نجي هيج نصعد فوق. ليش نصعد فوق؟ ياب 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 ياب. منطقه سريه، منطقه سريه. يا اخي لا تتحمسون على خالي بلاش، رحمة لوالدينكم. ماي هارت. وات وات تف. ليش يعني انتم خالين وخالين؟ اوه اوه اكو اكو اكو. يخلوا هنا فد هدية فرد صخام، مساء الله العظيم. تستكشف تستكشف وما تلقى شيء. ما اقدر افتح هذا. ياب ياب نكمل بخطتنا الشريرة. مثلا هسه هذا اللي انا جاي اسويه، بدل ما اساعدهم، او صحيح انا ما عندي القدرة عمليا على ان اساعدهم، هاي عمليا من عندي. اوكي مثقف صرت. هاي معناتها 6 مات تهتم للأطفال، أو هي شخصية شريرة يمكن. نمبر 6 نمبر 6. أوكي هاي شخصيتي أنا، ما تساعد الأطفال. ف تقدرون تقولون أنا شخص أو شخصيتي شريرة. أوكي أضراب، هاي أضراب بس عبقريتي. أوكي نايس نايس يا اخي. احاول اخليها 15 دقيقة بس ما اقدر. اوكي وي والله ادري وي. نايس نايس نايس. اوكي بالطريقة اليابانية. يفتح الباب، افتح الباب. لا تقل لي حشرت رحمة الاهل. جيت خالتي مبروك. اصعد فوق اصعد فوق. ياب 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 ياب. عالم اللعبة خنفشارة. آخر عالم لعبة كان عجبني كلش اللي هو سبيك أوبس ذا لاين.
كان عالم تصعد فوق شو اسمه يا اخي تصعد فوق عمارات وتصعد وكو مقتله وراي. المهم تصعد فوق عمارات وغيوم والصحراء بكل مكان وشلون الصحراء مدمرت المكان ووه كانت عالم اللعبة كان ممتاز. اوكي ف بس احنا مو اسبوع سبيك اوبس ذا لاين، احنا جاي نحكي بذات النايت مير اللي نشوفه هنا مقصله، هاي الشغله الوحيده اللي جاي نشوفها. مرات ال يعني لما تقرا يعني تجمع الاشياء العناصر الغرفه ببعضها ما تطلع لك معنى. مسبح ومخده ومقصله الطف، شنو الرابط بينهن؟ ما ينطي، خلينا نقول ما ينطي معنى للغرفه بشكل عام. ويجقد اتفلسف عليكم، ثلاث ارباع المتابعين كلهم شردوا من التفلسف هذا. واحد اثنين هش يا النطحة المزدوجة. اوكي اوه الحجي الحجي، السلام عليكم، شلون الحجي؟ كريبي الحج كريبي كلش. حجي انت كريبي لو مو كريبي؟ اوكي اوكي وات ذا فك، جاي ياخذ الاطفال. جاي يغلفهم. وات جاي يسمع صوتي، جاي يسمع صوتي. ما شفني ما شفني ما شفني ما شفني. ياب 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 ما اقدر اصعد للش اسمه مالته. اطفر اطفر اذا مشيت على القماش ما راح يسمع صوتي. ياب 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 ياب. طبعا اذا شغلت الضوء ما راح يسمع شيء مو. الخشب 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 يسوي صوت. افتهمت، خل اشوف الغرفة ثانية. ياب ياب ياب. ايه ايدينا شطولات، استغفر الله. يلا 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 كمل شغلنا هنا. اوه اي كان سي ماي براذر. لازم اجيب العتلة واخليها هنا وافتح الباب. لما نفتح الباب راح يجي صديقنا، يعني تعرفون ذاناته، هو اعمى لكن سمعه قوي كلش. اصعد يا اخي، مرات تقتلني لما ما تصعد. اصعد صعدي رحمه الاهل. اوكي ما اقدر اصعد، ما اقدر ما اقدر. اوكي اوكي نو بروبليمو نو بروبليمو. ليش اكو احذيه هنا؟ ليش اكو احذيه؟ وش لا مو من هاي الجهة يا صديقتي. وش 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 بعد 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 قبل بعد ما اجي بعد ما اجي بعد ما اجي. واي مو وصلت انا لحطيحة انشنت بالهوا كالظاني الحيوان الوسخ. اوكي لازم امشي على القماش ومن ثم ومن ثم اطفر هنا ومن ثم اركض ومن ثم اسكت لان البشر ملوا. اوكي ليش اكو احذية وايد؟ احتمال وات احتمال شني؟ ليش اكو احذية هنا؟ اوش مو من هاي الجهة. ايش اول ما يفتح الباب اول ما يفتح الباب
ليش اكو احذيه بال فتحات التهويه؟ يمكن هاي اللي تعطير الاجواء. نعم 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 نعم. اوكي نايس. وات ذا ف، شنو الحركه حجي؟ ترى عيب عليك يا شي، انت مو جاهل انت. اوكي ليش اعتبره حجي؟ ما ادري الصراحه. شاد على عيونه مثل قطعه القماش او قطعه الجلد. كريبي نوعا ما هذا الحجي. شفت لقطه بليتل نايت مير 2؟ ما انساها البقيه. ليش اكو وايد نعول هنا؟ ليش اكو وايد نعول هنا؟ واكو كرسي همينه. ليش اكو وايد نعول هنا؟ اريد يعني سبب لهذا الشيء، احتمال لان يعني يقتلون وايد بشر، هو هذا السبب الوحيد. What is this؟ اوكي. وات؟ اكو كائن حي هنا انا عايش. اوكي. اوكي. من اوصل هنا انا يبدا يطارد. اكو كائن حي هنا انا؟ لقد معصني. نايس لحد الان. هذا الغرفة هاي مثل ما جاي يشوفون من فتحات التهوية جاي يطيح نعوله، معناته اكو بشر جاي ينكتل فوق ومو جهال، لان الجهال اولا ما يلبسون نعوله بهاي اللعبة، ما ادري ليش. حفاي ماكو تربية ماكو. اوكي. ثانيا هذين النعول كبار على رجلين صغار مثل رجلين الجهال. هو التفسير الوحيد انهم جاي يقتلون بشر كبار. اوكي اوكي شباب، هنا وصلنا لنهايتنا. نهايتنا شيني نهاية الحلقة. ان شاء الله بالحلقة الجاية نشوف شنو سالفة هذين النعولة وشنو سالفة هذا ابو ايدين طويلة. اوكي اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك تحفيز القناة كلش. شوفكم بعد، شوفكم باكر صراحة لان يعني صار عندي وقت فراغ. شوفكم او بعد يومين او بعد 3 ايام، المهم. يلا باي. وين الشخصية الظلامية؟ هو لازم كل مرة اكل